شو يا رهوف؟ والله الموضوع اليوم حلو كتير. زي ما قلت لكم نادية، في صفة خطيرة موجودة عند بعض الرجال، الإعلام والمسلسلات والدراما ما بيركزوا عليها أبداً ولا بيسلطوا الضوء عليها. دائماً إحنا بنحكي عن النسوانجي، بنحكي عن الكذاب، بنحكي عن زير النساء، بنحكي عن الشخص اللي ممكن يكون خلينا نقول بيشوف حاله عليكي، بس عمرنا ما حكينا عن الرجل الساذج. الرجل الساذج ممكن يكون يعني عالي ومصدر للأسى والقلق والتوتر عند المرأة. والله خطر. خطر عقلت إيهاب دويك. خطر خطر خطر. تعرف إيش أصعب إشي بالعالم يا جماعة؟ أصعب إشي بالعالم تكوني متزوجة من رجل هاك لهم شو بده يحكي بجمعة. تكون إيدك على قلبك إنه هلا شو بده يسولف. يا رب ما يفتح هذا الموضوع. يا رب ما يقول اللي ببالي، لأنه ما بيكون عنده common sense. صح. common sense هي أساس الحياة. الرجل طبعاً والمرأة، بس إحنا اليوم خاصين الرجل بالذكر. الشخص اللي عنده سذاجة معينة هو الشخص اللي ما بيعرف شو يحكي إمتى، اللي ممكن يفضح أسرار المنزل، مش عن خبث على فكرة. الساذج مو خبيث، لا عن سذاجة. لا. أيوة. ما هو ساذج أكيد عن سذاجة وليس عن مكر. فيها سذاجة. لا سذاجة فعلاً، يعني بيسولف اللي بيطلع معه بحكي، اللي بيطلع معه بيسولفه. بعدين لسه انت اللي بتحكي. بسيط. ليه؟ يعني ممكن انك تسيطري بالقعده. طيب. او ممكن انك تلغي اللقاءات الاجتماعيه. ما تطلوا ما انت ويا وجهك بوجه مثلاً. ولا الساذج ايش تخيلي؟ بس انت فاهمه، تخيلي انت والساذج كيف تكون تربوا اولاد. أيوة. يعني شو شكل الاسره اللي يقودها رجل ساذج؟ بعدين السذاجه اللي هي جزء من الغباء قد تكون مؤذيه. طبعا رح نحكي عن الغباء المؤذي. على فكره الحلقه اليوم كلها سذاجة، يعني سمعونا. اللي مش جعباله سذاجة لا يتابعنا. لأنه إحنا متخصصين اليوم بالغباء. أنا أصلاً مش بعيد عن السامعين والمشاهدين وبندر بالتحديد أكيد. ما مش أركز على نقطة العائلة وتأسيس الأسرة مع الرجل الساذج. هلأ أهم إشي لما أنت بدك تختار شريكة الحياة أكيد التوافق والانسجام بينكم، ولكن كل شخص سواء الذكر لما يختار أو الأنثى لما تختار بفكروا بالمستقبل وبفكروا بأنه هاي الست تصلح بأن تكون أم لأولادي، وأنا بفكر كامرأة هذا الرجل يصلح لأن يكون أب لأبنائي. الرجل الساذج مظبوط هو مش خبيث ولا مكار ولا مؤذي، بس هو مش مؤذي بطريقة مباشرة. بس أحياناً السذاجة والغباء بالعلاقات الأسرية وبتأثيره على الأبناء بتكون مؤذية أشد أذى. طبعاً يعني بطريقة غير مباشرة، مظبوط بدون ما يقصد، بس النتيجة شو؟ النتيجة واحدة رهف، بقولك الشر والغباء نتائجهما واحدة. وفي ناس بقولك لسه الشر أهون من الغباء، لأنه الشر يأخذ إجازة بين الحين والآخر، أما الغباء فيستمر. حلو حلو حلو. طبعاً بدي أحكي مقولة عن الغباء ما إلها علاقة بالسذاجة. ركزوا، ليس من غباء الفتاة إذا صدقتك وإنت بتقولها إنك بتحبها. الغباء فعلا شعورك بالرجولة وإنت عم تكذب عليها. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بس حلوة حلوة بس. حلوة. جول جول جول. طيب إذا إحنا اليوم عم نحذر وعم ننبه من الرجل الساذج وتأثير السذاجة على العلاقة العاطفية وعلى العلاقات الاجتماعية بشكل عام. شوفوا الغباء هو مش جينات ولا طبيعة بني آدم، يعني هو شيء متغير. بمعنى إنه الشخص الغبي ليش أصلاً بيصير غبي؟ ليش؟ لأنه ضل مصر على رأيه وضل مصر على قناعاته وما جاره ولا تطور مع من حوله. هلأ في شيء اسمه والله IQ، مستويات ذكاء مختلفة، بس احنا ما عم نحكي عن الذكاء بالرياضيات ولا بالكيمياء ولا بالفيزياء ولا تحصيله العلمي، احنا عم نحكي عن الغباء والذكاء الاجتماعي او الغباء والذكاء بمعنى الامور المنطقيه بالحياه، شو بنحكى شو ما بنحكى، كيف تتصرف بهذا الموقف، صح صح. شو المفروض اعمل. مثلا انا بالنسبه لي الـ الـ الام الغبيه بتدمر جيل. ايه مأساة. جيل بتدمر من وراء الغباء، عدم حكمك على الظرف بالطريقه السليمه. فبالتالي الموضوع مش انه والله هذا مش إشي بنحزن عليه لانه مش بايده،
لا هو في إشي إنه أنت بتصير تراقب من حولك، كلياتنا ما انولدنا هيك، بس براقب الناس، بتراقب الناس الناجحين، بتتطوري زيهم، بتسقلي مهاراتك، فهو مش حالة والله أنا بدي أضل قاعد فيها ويعني وأندب حظي، لأنه هذا إشي الواحد بيقدر يغيره. حلو، هاي النقطة أساسية جدا. السذاجة، بلاش نحكي الغباء عشان ما تكون كتير أوفنسيف، بس هو غباء يعني، بس إنه مش إشي مفروض عليك لبقية حياتك. صح. مش إشي أنت انولدت فيه زي ما قالت راف. هلأ بنعرف إنه في كثير من ضحايا الغباء، ضحايا تربية أسرية فيها سذاجة عالية. صح. زي ما قالت راف، most probably هي الأم، الأم هي دينامو المنزل، هي اللي بتربي. الأب أكيد طبعاً يعني أكيد له أيضاً جزء أساسي من التربية، بس الأم بحكم إنه أول إشي العلاقة اللي بتربطنا بأمهاتنا، يعني علاقة فيها ميكس من المشاعر، فيها حنان وفيها عطف وفيها بوح بالأسرار، فيها شوية قسوة وفيها حب غير مشروط وفيها وفيها وفيها. فأنتوا إذا بتلاحظوا أي شخص على فكرة عنده عقدة نفسية، بسألوه أول سؤال الأخصائيين النفسيين، كيف كانت علاقتك بوالدتك؟ هاي يعني given. هلا انت كشخص بعتقد انه عندك سذاجة معينة، ماشي، تطوير الذات والاجتهاد من اساسيات الحياة. ما بزبط انه انا اكون قاعد بجلسة حاس حالي انتمي الى كوكب اخر. ابوي كان ينصحنا نصيحة الله يطول بعمره، يقول لك يا عمي اقرأوا عناوين الصحف. أضعف الإيمان، بلاش المقالة كاملة، عناوين، شوف شو عم بيصير حواليك، هاي أساسية. اثنين، فكرتك اللي عندك إياها إذا مش قادر تشرحها لطفل عمره 6 سنوات فأنت نفسك مش فاهمها، فلا تطرحها على الطاولة. صح ولا لا؟ صح. يعني كمان توصيلنا للأفكار أساسي. أنت مش مقتنع بالفكرة، مش ضروري أنك تعبر عنها إلى أن تقتنع بها. ثلاثة، وهي الأخطر، تعرفوا الأشخاص اللي عندهم سذاجة إيش مشكلتهم؟ بتبنوا آراء الآخرين. صح، غلط، دقة مش دقيق. في أنا رهف بشوفها اللي بتحكي مزبوط 100% وهي صائبة دائما. فأنا من سذاجتي أتبنى آراءها وبطبقها على حياتي وبترجم آراء رهف اللي أنا أصلا مش فاهمتها ولا مقتنع فيها، بس أنا مقتنعة برهف for some reason in my head. إنه رهف أساسي. فتبني آراء الآخرين بدون قناعة سذاجة. طبعاً. بقرأ مقالة أنا لكاتب، طب هذا الكاتب عنده وجهة نظر، بده يوصل رسالة، قد يكون عنده أجندة مثلاً داخلية، أو شايف الدنيا بطريقة معينة. من قال بأنه دائماً الأقلام صادقة؟ طبعاً. بعدين الساذجين دائما يتبعوا الإشاعات. أيوة. سمعت؟ طب مين، من مين سمعت؟ طبعاً. إيه بيقولوا؟ مين هم اللي بيقولوا؟ يعني هاي مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ نفسي أعرف مين اللي بيقول؟ طبعا يعني أنا هون بدي أقول إنه إحنا والحمد لله في عنا أقلام عديدة صادقة، عشان بس لا نزيل. بس طبعا اللي حكيتيه مزبوط طبعا. حتى إحنا نادية ورهف ما بتتبنى رأيي أنت بدون ما تفهم القصة. إحنا أكيد. بالنهاية يا جماعة، إحنا بالنهاية بقول لك عمرك ما تخاف من شخص رح يموت زيك زيه، عمرك ما تتبنى آراء شخص خطاء قد يخطأ 100% قد يخطئ. فنادي ورهف نحكي كتير آراء إحنا على الهواء، وجهات نظر نعتقد بأنها صحيحة قد لا تكون 100%. وبعدين اللي بنطبق علي ما بنطبق عليكي. هاي دائما أكتر جملة بتخوفني أنا لما أول ما بدينا بصحصح نشوف صبايا بنات صغار أشوفهم مثلا بأماكن عامة، أنا عملت زيك، سمعتكم أنتي ونادية وأنا الصراحة عملت زيكم، هاي شفتي هاي اتجوزت بناء على اللي قلتوه. أما كيف يا عمري، هاي مسؤولية، عشان هيك صار الواحد لازم يعيد ويزيد ويفكر باللي عم بيحكي 100 مرة قبل ما ينحك على الهواء، وبرضه بيغلط. أيوة برافو رهوفة. وإحنا عشان بس نكون يعني إحنا نحاول أن يكون صوتنا صادق قدر الإمكان من خلال تحييد آرائنا ومن خلال بعدها عن ظروفنا الشخصية، لأنه حياتك مش حياتي، فقدر الإمكان نحاول ولكن نخطئ. طبعاً كلنا معرضين للخطأ. هلأ شوفوا، واحدة من أهم إشارات الغباء أنه أنت ما تستمع للآخرين. دايماً بيقولوا بأنه ما في شخص نجح ولا وصل لمكانة ومرتبة عالية كان يحكي أكثر من ما بيسمع. الاستماع والإصغاء هو علم، والإنسان بيضله يتعلم من الكلام اللي بيسمعه. الشخص الساذج أو الشخص الغبي اللي بيسمع عشان يجاوب،
مش بيسمع عشان يفهم او عشان يتعلم. طبعا. فانت بالجلسات الاجتماعيه يعني مثلا هاي مهاره بتقدر انك تطورها. بتقدر طبعا تتعلمها وتطورها. لما تكون قاعد بجلسه اجتماعيه مش الاشطر هو اللي بضله يحكي ولا الاشطر هو اللي بضله يقاطع. الشخص المهيوب هو الشخص اللي لما بيحكي الجمله ولما بيحكي الكلمه الكل بسمع له وبحسها اضافه نوعيه. في ناس بضلهم يحكوا من اول ما يوصلوا لاخر ما يروحوا بتروح ولا متذكرهم. عفشوش ما بتذكر ولا جمله ولا بتاثر فيك جمله. فبالتالي مثلا انا بالنسبه لي التطرف بالاراء غباء. انت قاعد بقعده اجتماعيه مثلا كل واحد عنده لنفترض خلفيه معينه، ديانه معينه، ثقافه معينه، التزمت والتطرف بالاراء مزعج. عمري ما شفت شخص متطرف الناس حبته. لا جدا جدا. يعني عرفت هذا اللي بتلاقيه ممكن يكون عنده بديش احكي بالضبط بس انه متطرف بارائه. ما تكون متطرف عشان تكون شخص محبوب اصلا. انا معك رهوف. في اشخاص حتى لو اقتنع برايك بالقعده يضل يجادل يجادل. مرة أنا دخلت لكم بنقاش عقيم. وين أنا كنت؟ لا يا ريت كنت كان ناصرتيني. كنت عم بحكي عن المرأة بدافع عنكن يا حلوات. أبصر شو مش عارفة حكا. طبعا أنا انفعلت. تعرفيني أنا بس يحمر وجهي. طبعا. لا وما وهو بتعرف إيش مشكلته ليش استفزني؟ ضل يعيد ويزيد. مش بس هيك بيحكي عن المرأة بسخرية. وبعدين هو ما بيعصب. هو رايق. هو رايق. انا لا لا عرفت هذا الجو. انا لا 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 ايوه هذا. صار عندي انهيار عصبي. بس تعلمت والله هاي المهاره السكيل لازم صار. يا اخي سولفوا. اسمع بعدين بتعرف كيف هذا الشخص انت تدلطه يقول لك كذا مثلا. والله وجهه نظر. ما تناقشه. هدوء. بكون يثبته وجهه نظر ممكن. شو حلو يا الله لو هيك بصير. اللي بتعطيه اكبر من حجمه بياخذ من حجمك. صح. والله يا بندر اذا ما بتطفيلي هالكاميرا. شوفوا الهدوء. شوفوا انا شوفوا استاذه الهدوء هاديه. لهو في ركزه اللي راح احكيها هلا. يلا ايهاب بقول لكم او بقول لك من الغباء ان تمنع من تحب من محبه غيرك، من محادثه غيرك، من التعرف على غيرك، لأنه لو أحبك بصدق لمنع هو نفسه. برافو 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 برافو. لا تعليق. بتعرفي إيش في مرات علامة من علامات السذاجة؟ في أشخاص يدعوا الذكاء والإدعاء المفرط بأي شيء هو سذاجة. لأنه إحنا كلنا عمرنا ما منوصل للحالة الكمال وحده لله فقط، وعمرنا ما بنوصل لحالة الإشباع من أي شيء. فبالتالي لما تحكي عن حالك إنك ذكي جداً وفاهم كل الناس غلط. لما تحكي عن حالك إنه أنت أغنى شخص في العالم ويعني مصاريك ما بتخلص كمان غلط، لأنه الأمور بتنقلب بيوم وليلة. ففي بعض الأشخاص هم بس تشوفيهم أول مرة بتحسي أوف شو فهمان، أوف شو هالزلمة. مرة بتكتشفي الفراغ وبتكتشفي انه لا هذا عدة النصب والحكي والتشبيح الزايد عن اللزوم نابع عن سذاجة ونابع عن فراغ موجود داخله. فبالتالي مرات احنا مننفلم بالكروت الابهار الاولى او باللقاءات الاولى مننفلم فيها. بعدين اسمعوا في شغلة مهمة يا جماعة، هاي نصيحة وحياة الله. عمرك ما ترتبط بشخص في فجوة كبيرة جدا بالمستوى الفكري بينك وبينه. للأسف احنا المستوى الفكري بنخليه دائما في آخر أولويات. بنركز على المادة، بنركز على تعليمه، شو الشهادة الجامعية اللي معه، بنركز على وضع عائلته، وين بده يسكنني، يعني هاي الأمور. هلا الفجوة بالمستوى الفكري صدقوني بتحدث كارثة كبيرة، خاصة إذا كان هلا في ناس عندهم بوتنشل إنهم يطوروا من أنفسهم، بس في ناس هم مرتاحين بالمنطقة اللي هم فيها. والغباء أو السذاجة يتم اكتشافها زيها زي البخل في بداية العلاقة. فما تقولي إنه أنا على أمل أقدر أغيره لقدام إذا البذرة مش موجودة. صح.
يعني كل شخص عنا فيه بذرة، بس في أشخاص هاي البذرة بتفنوها وبتناسوا وجودها نهائيا. فنصيحة بهذا الموضوع، بقول لك إذا بقدر تدهشهم بذكائك حيرهم بغبائك. صح 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 صح